سلام البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده بمناسبه عيد المراه. تنظم واحد الحفل وعيطوا ليا باش نكون ضيفه الشرف عندهم، وهذا شرف كبير ليا انني نحضر معاهم. كانت حفيله صراحه زوينه، درنا فيها جديد هذا، درنا فيها لبسات بلديين جديدات كشطات. خليكم البنات معايا باش تشوفوا المراحل اللي درنا منها. عشيري هذا معايا في وقت الشدة عدايا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا، عرفني تايب فيا، ولو ضفتي خاف عليا وبلومش طول.